أعزائي المشاهدين، اليوم نتأمل بهالآية: وقال الرب لموسى اصعد إلى جبل عباريم هذا وانظر الأرض التي أعطيت بني إسرائيل، ومتى نظرتها تضم إلى قومك أنت أيضا كما ضم هارون أخوك، لأنكما في برية صين عند مخاصمة الجماعة عصيتما قولي أن تقدساني بالماء أمام أعينهم. سفر العدد 27 الآيات 12-14. هنا تقدر تشوف أن الرب يعاقب موسى على خطيته ويحرمه من دخول أرض الميعاد، لأنه ضرب الصخرة اللي هي ترمز للمسيح مرتين حسب سفر العدد 20 الآية 11. هذه الصخرة التي تعطي الشعب ماء، الماء يرمز لكلمة الحياة، وكان الشعب في الصحراء تايهين وعطشانين. وين الغلط أن موسى ضرب الصخرة مرتين؟ المسيح هو الصخرة، في آية بالكتاب تقول: وعلى هذه الصخرة ابني كنيستي، متى 16-18. وهذه الآية كانت رد الرب يسوع المسيح لبطرس لما سأل التلاميذ ايش يعرفون عنه، وكان التلميذ بطرس هو الوحيد اللي قال انت هو المسيح ابن الله الحي. علشان كده كان ضرب موسى للصخرة مرتين به شك بعمل الله، فهو ضد فكر الله لانه يرمز بالصلب المسيح، وعملية الصلب هذه تتم مرة واحدة فقط مش مرتين، لأن صليب المسيح كافي للبشر كلهم، ولم ولن يقوم به أحد لا قبل ولا بعد يسوع المسيح. يسوع هو الله الظاهر بالجسد اللي انصلب علشان أنت تكون حر وتنال الخلاص بالمسيح يسوع، لكن الله سمح لموسى أن يشوفها من بعيد. الحلو في موسى أنه خضع لإرادة الله وما قال ليش وليش، لكن طلب ما هو للصالح العام وما طلب شيء لنفسه. حسب الآية 16 تقول: ليوكل الرب إله أرواح جميع البشر رجلا على الجماعة، وكان ذلك، واختار الرب يشوع لكي يقود الشعب إلى أرض الموعد. لكن الرب يسوع المسيح تقابل على جبل تابور، الجبل اللي حصل به التجلي، مع إيليا وموسى حسب إنجيل متى إصحاح 17 الآية 3. إيش يعني هذا الكلام؟ هذا يعني أنه موسى دخل أرض الميعاد فعليا، لكنه بتوقيت الله وبطريقة الله. شوف معي، مثل ما أنا أقدر أشوف الآن من خلال هذه القصة، قصة محبة الرب العجيبة، ربنا وإن حرم موسى من دخول أرض الميعاد بسبب الخطية والشك وضرب الصخرة مرتين، لكن الآن ربنا حنون ومحب، وربنا ما يضيع تعب المحبة. علشان كده خلى موسى يخش الأرض بمجد سماوي عظيم. لا مو بس كده، هم بعد موسى كان يشجع الرب يسوع المسيح علشان يتمم الخطة الخلاصية لكل البشر. عظيم هو إلهنا، إله الحب، إله الغفران، اللي حبنا إلى المنتهى بالمسيح يسوع الناصري، له كل المجد. يا جماعة الخير، أنا حاسس إنه هذه القصة تلمس كثير ناس، فشاركوني بهذه الصلاة مع بعض. يا رب يا يسوع، كم أنت عظيم يا سيد العظيم. كثير ناس يقول ليش أنا وليش اللي يصير معي هذا، لكن يا سيد العظيم كل نفس محتاجة وقالت هذه الكلمة، أعطيهم تأكيد اليوم يا رب إنه أنت زي ما خليت موسى يدخل، لكن دخلته بمجد عظيم
بالتجلي، تجلى موسى. يا سيد العظيم، أحط هذا الأمر بين يديك إنه تعوض كل من كان لاجئ أو بمشكلة أو بأزمة أو أي شيء كان، إنه يخلص ويعرف إنه في وقت للخلاص، عشان يقدم الشكر للرب ومن ثم يسبحك بالمسيح يسوع. آمين.